السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا طريقة اكسرسايز كده خفيفة جدا، تعالوا نشوفها مع بعض ونشوف هنصممها ازاي. طيب انا عندي الاكسرسايز عبارة عن تشوز، ان انا هعمل بيديني صورة وهعمل يعني هختار من هنا الاجابة. فعندي مثلا دي المفروض هي ديتس، فانا هشوف روك كده، فبجرب الاجابة مش عايز اديني اي حاجة ان هي غلط. طيب في نفس الكلام، بلون مفيش حاجة، ديتس هيديني الإجابة الصحيحة. فبالتالي الطريقة دي سامبل جدا، وكمان ممكن إن أنا أسمع الكلمة من هنا لو أنا عايز أضيف listening exercise، أو إن أنا ممكن أحط صوت من عندي، أو ممكن إن أنا أكون مسجل صوتي برا في الجهاز نفسه في MP3 أو أي حاجة، تمام، واضيفه من هنا. يعني مثلا ممكن الصوت ده يكون ملف عندي في الجهاز واضيفه جوه الباوربوينت. طيب اول حاجة عايزين نعرف نصمم الكلام ده ازاي. اول حاجة عندنا هنا صورة وملف صوتي والعلامة اللي احنا عايزين نجيب الاجابة الصحيحة بتاعتها، هي دي الحاجات اللي انا هحتاجها، تمام. طيب عندي هنا اول حاجة هبدأ بيها insert، زي ما اتفقنا عايزين ندخل اي معلومة اي حاجة بنبقى insert. طيب picture، اضيف البكتشر عندي من هنا، وممكن ان انا اضيف الملف الصوتي برضو جنبها من هنا. عندي جوه الجهاز مثلا اجيب الملف الصوتي من جوه واضيفه كده، تمام. ممكن ان انا احط سؤال كمان، اعمل insert لي، ممكن اعمل السؤال بشكل اختار شكل التكست نفسه من هنا، او ممكن اجيب تكست بوكس عادي واكتب فيه تكست بوكس كده عادي، واكتب فيه الكلام وانسق الكلام براحتي، احط لون للكلام، لون الخط، شكل الخط، حجم الكلام ده كله. طيب انا هعمل سؤال مثلا، عندي هعمل سؤال كده، what is this، تمام. ده كلام عادي جدا من غير تنسيق ومن غير اي حاجة، اقدر ان انا اكبر الحجم الخط، وممكن كمان لو عايز ان انا اضيف لون الخط من هنا، يعني اي شكل. الاشكال دي كلها طبعا بترجع للشخص نفسه واسلوب يعني الالوان والكلام ده بيختلف من تصميم للتاني على حسب رغبة المصمم نفسه يعني، تمام. ممكن ده مثلا عشان انجلش احط بس التنسيق ان هو يبقى من اليمين مش من الشمال، فلازم اضغط على العلامة دي علشان ينسق الخط من الشمال، تمام. بس انا كده بقى سؤال، وابدا ان انا احط الاوبشنز عندي. طب انا عايز احط اوبشنز زي اللي محطوطه دي، يفضل طبعا ان انا عشان احط اوبشنز واقدر ان انا اعمل لها اشكال، او يعني اقدر ان انا اتحكم فيها، احط كل اوبشن لوحده، تمام. ما احطش مثلا تكست بوكس زي اللي انا عملت فيه ده كده مثلا، واحط الاوبشنز تحت بعضها في نفس التكست بوكس، لا انا اعمل انسرت واختار مثلا الاوبشنز دي بقى في شيب عايز اعملها شكل معين مثلا، فهدخل كده شيبس، ده الشكل مثلا الاوبشن بتاعي اهو. انا عايز مثلا دي، عايز احط اوبشنز مثلا ابل، تمام. طب انا كتبت جوه الشيب، طبعا الخط بيبقى افتراضي زي ما هو كده، بنسقه بعد كده زي كده، تمام. طيب انا كده خلاص عملت اول اوبشن. طب انا عايز اعمل تاني اوبشن وتالت اوبشن، عايز اعمل اوبشنز كتير، وفي نفس الوقت مش عايز ان انا كل شوية بقى ادوس انسرت وشيب والكلام ده، فاروح جايب الشيب اللي انا عملته عايز نسخة زيه بالظبط، ممكن اعمل كوبي واجي هنا تحتيه على طول في حتة فاضية، اروح جايب بيست، فبالتالي هيجيب لي ايه نسخة من الشكل الاولاني، فده سهل جدا جدا، وان انا اقدر ان انا اجيب منه نسخ كتير. في طريقة اسرع من كده، ان انا استخدم الكيبورد، اختصارات الكيبورد كنترول دي، يعمل لي دبل دبل زي كده اهو، جاب لي كذا اوبشن
لو انا عايز دبل بيجيب لي نسخة طبق الاصل منين؟ من اللي فاتت، تمام، بدل مثلا كوبي وبيست والكلام ده، حاجة اسرع شوية في الاستخدام. طيب انا مثلا عايز 3 اوبشنز بس، وعايز ان انا احط الايه الكلام براحتي بتاعي، فاعدل زي ما انا عايز. يعني انا عملت الكوبي او عملت النسخ، ابدا ان انا اعدل براحتي. فانا مثلا هعمل هنا ديتس، وهنا ميلون مثلا، تمام. طيب عندي الاوبشن الاول غلط، فعايز ان انا يعني اعمل افكت ان هو لما ادوس عليه يديني ان ده غلط، او يقول لي مثلا ان ده مش هينفع يعديك للصفحة اللي بعدها، او ان هو مثلا مش هيعديني السلايد اللي بعده خالص. اعملها ازاي؟ في عندي حاجة اسمها هايبر لينك، ادوس عليه كده، وبعد كده اختار place in this document، ان انا عايزه لما ادوس على الشيب دوت اللي انا حددته يجيب لي مكان السلايد نفسه، يعني دي سلايد نمبر 3، فانا عايز ان هو يجيب لي نفس السلايد، فهختار سلايد نمبر 3 كده. طيب دي اجابة غلط برضو، فهعمل فيها نفس الكلام، هايبر لينك وبعد كده نفس السلايد، لان برضو دي اجابة غلط، فبالتالي هيظهر لي في الشو لما اجي اعمل شو هيظهر لي بالشكل ده. ادي السؤال وادي الاوديو، ممكن ندوس عليه بس كده يشتغل على طول، تمام. وهنا لو دوست كده على ابل مش هيجيب لي حاجة، لو دوست على ميلون مش هيجيب لي حاجة. طيب ده كده الاجابات الغلط نعملها ازاي. طيب نيجي للصح بقى، انا عايز اعمل الاجابة الصح تبقى بشكل معين، هايبر لينك. وفي حاجة بقى هنا، انا عايز ان هو يظهر لي سلايد جديد، عايز ان هو يظهر لي حاجة شكل مثلا يقول لي ان الاجابة دي صح. ممكن الشكل ده يبقى ديزاين معين، ممكن يبقى صورة متحركة او اي حاجة. فبالتالي انا لازم الاول اعمل ايه؟ سلايد جديد. ادوس على السلايد ديت انتر كده، وبعد كده هيفتح لي سلايد جديد، امسح الكلام ده وابدا اعمل انسرت بيكتشر. عايز ان هو لم يجاوب الاجابة الصح يظهر لي الصورة دي. طيب ارجع تاني للسلايد بتاعتي بتاعت الاكسرسايز، واختار الاجابة الصحيحة والهايبر لينك، ايوه اهي. وهنا احدد مكان السلايد اللي انا حطيت فيه العلامة بتاعت الاجابة الصح، اهو انا حددت سلايد 4. فبالتالي انا لو دوست على دي هيظهر لي السلايد بتاعتي اهو كده بس. فبالتالي لو انا دوست على الاجابات التانية اهو كده مفيش اي حاجة خالص، عمال ادوس مفيش اي حاجة. هنا نفس الكلام، لكن هنا عشان دي الصح فبيظهر لي ان دي صح، بيديني العلامة دي. طيب هنا هطلع على actions، تمام. اول حاجة ان انا عشان طبعا نضيف صوت هنا في السلايد ديت، عشان اضيف صوت للي هو طبعا هي ظهرت كده من غير صوت. طيب اضيف صوت ازاي؟ بدوس هنا كده جنب كلمة هايبر لينك فوق، طبعا انا دوست خلاص على الشيب اللي انا عايز اضيف له الصوت، فبالتالي هيجيب لي جنب هايبر لينك جاب لي كلمه اكشن. اكشن لو انا عايز بقى ايه احط مثلا حاجه معينه في الهايبر لينك، فهنا جايب لي الهايبر لينك مكانه فين، وعايز ان انا مثلا احط له صوت اهو بلاي ساوند. ممكن اختار ساوندز من هنا من البرنامج نفسه، او ممكن كمان ان انا تقريبا ممكن اضيف other sound. هنا ممكن اضيف other sound لو عندي sound من الجهاز نفسه صوت معين عايز اضيفه. طيب انا عايز مثلا اختار حاجة كده بيقول لي مثلا ان ديت مثلا wrong answer، فعايز اختار حاجة معينة تديني ان دي wrong answer. مثلا عايز مثلا لما
اختار مثلا بام صوت كده جامد كده، تمام. لو جيت اختار الرونج انسر هيديني الصوت ده، فتعالوا نجرب كده نشوف. وهنا برضو نفس الكلام، انا ممكن اعمل هنا برضو نفس الكلام اكشن وبعد كده بلاي ساوند واختار نفس الصوت برضو، بحيث ان انا اميز صوت معين يفضل ثابت معايا ان الصوت ده هو ده، لما اسمعه اعرف ان دي رونج انسر، واروح اعمل كده اهو اداني صوت كده معين اهو نفس الصوت، الصوت ده كده بتاع الرونج انسر. طب انا عايز اعمل صوت مختلف للكوركت انسر، نفس الكلام اكشن و الكوركت انسر بقى عايز اعمل لها مثلا صوت تاني، صوت مثلا كوين مثلا. ده كده صوت للايه الكوركت انسر. والاوبشنز بقى براحتنا نقدر نضيف فيها زي ما احنا عايزين، نقدر نحذف حاجة نشيل حاجة، بس اهم حاجة ان فكرة الاكسرسايز نفسه هي فكرة جميلة جدا، ان انا ممكن اعمل بقى اكسرسايز كبير لمحتوى معين، وده يعني لاي مادة بقى اي محتوى عايز اعمل له اكسرسايز بالشكل ده اقدر ان انا انوع في الافكار واستخدم افكار جديدة زي ما انا عايز، بس اهم حاجة ان انا اقدر يعني استخدم الباوربوينت بالشكل السليم ده، وان انا اقدر انوع يعني في الادوات، واقدر ان انا ما يعني ما فيش اداة قدامي تبقى صعبة بالنسبة لي، لأ انا عارف كل حاجة بتستخدم ليه، فبالتالي ده هيساعدني اكتر ان انا عارف الادوات كويس وعارف ان انا استخدمها في التصميم يعني اللي انا عايزه. شكرا جدا، وان شاء الله نتقابل المرة الجاية في تصميم جديد.